أقامت بطريرقية الروم الأرثوذكس بالقاهرة لقاء للتعريف بتاريخ الكنيسة الممتد في مصر وسائر إفريقيا بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيد. تزامنا مع احتفالات الكنائس التابعة للتقويم الغربي بأعياد الميلاد المجيد، أقامت بطريركية الروم الأرثوذكس للأسكندرية وسائر إفريقيا لقاء مفتوحا جمع وسائل الأعلام المصرية المختلفة للتعريف بتاريخ الكنيسة اليونانية في مصر. زي ما قلنا مكان تلتقى فيه ثلاث عصور، ثلاث فترات تاريخية. الصخور اللي كانت تحت هي من قصر الفرعون اللي كان في النوبة، والفترة الثانية كانت هي الفترة الرومانية اللي عملوا المينا ده اللي كان يروح منه القمح من مصر عشان يغذي كل الشعوب اللي كانت في البحر المتوسط. هنا كان في ثلاث مواني، ثلاث مخازن مهمة قوي، اثنين منهم اختفوا مش بقوا موجودين، والثالث اللي هو كنا فيه تحت اللي كان فيه برضو آثار مسيحية. والقديس ماريجرجس هو كان ضابط روماني واتسجن في السجن الروماني ده اللي هو تحت، والقديس ماريجرجس اللي هو لسه موجود هنا دلوقتي هو بيستقبل الناس دي كلها وبيديها راحة وتعزية عشان هما بييجوا بيقولوا له الوجع بتاعهم، الألم بتاعهم. شمل اللقاء الذي عقد بكنيسة مارجرجس الأثرية بمجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة جولة بمتحف الكنيسة الذي يقع حيث أثار حصن بابليون القديم والذي بنيت الكنيسة على أنقاضه. مصر القديمة هي الفسطاط، سابقا هي مجمع الأديان، احنا في شارع او في منطقة اسمها مجمع الأديان، دي هنا الكنيسة مارجرجس الروم الأرثوذكس، طائفة عزيزة علينا في مصر، البطريرك الموجود هنا وبطريرك أفريقيا ومصر بالكامل والوطن العربي. بمناسبة الأعياد كانت صلاة امبارح، احنا وتوجيهات القيادة السياسية تقديم كل الدعم، كل المطلوب بالكامل من تأمين لدعم للمجمع الأديان بالكامل موجود. أثر ومعلم ديني فريد يعود أصوله إلى قرون طويلة ممتدة تجمع ما بين الحضارة المصرية واليونانية القديمة لتشهد عن قيمة التنوع والثراء التي لا طالما احتضنته الأراضي المصرية. مينا مكرم، أون لايف.